الهايفو. الايه؟ الهايفو. الهايفو. الهايفو ده هو حاجة اسمها ال HIFU او الهاي انتنس فوكست الترا ساوند، يعني جهاز الموجات فوق الصوتية العالي التردد. بيعمل ايه ده بقى؟ ده موجات فوق صوتية عالية جدا بتخترق اسطح الجلد وبتبدأ توصل لطبقات الدون اللي تحت الجلد وبتكسر طبقات الدون دي عن طريق سيرمال افكت او تأثير حراري. التأثير الحراري ده بيعمل حاجتين، الحاجة الاولى بيعيد اصطفاف الخلايا الدهنية، يعني بدل ما الدون واخدة مساحة كبيرة كده لا هو بينظمها. الحاجة التانية انه بيعمل ليكويفيكيشن، بيغير حالة الدون شديدة الصلابة من الصلب للسائل، وبكده نكون اتخلصنا من الدون دي. والسائل ده بيخرج عن طريق التصريف الليمفاوي اللي هو بيمشي مع البول وبيمشي مع العرق. علشان كده في نصيحة مهمة جدا لأي حد بيعمل التدخل الموضعي، بقول له حاجتين مهمين: المية، برافو عليكي، والرياضة. لازم تلعب رياضة عشان يحصل سويتنج، عشان تبدأ تحرك التعرق أو تعرق أو كده، علشان تبدأ تطرد الدون دي تساعدني. فدي حاجة مهمة جدا. الحقيقة الهايفو ده هي تقنية حديثة جدا. معلش بالراحة عليا. معاك. لو سمحت عايز أفهم. تمام. الهايفو ده جهاز يعني؟ الهايفو ده جهاز. وإيه يعني بهاند يعني بإيد بتحطه مثلا على أماكن معينة؟ يعني لو أنا عندي مشكلة مثلا في عندي مثلا سمنة في منطقة الوسط. تمام. الأرداف إيدي. تمام. ده بيتحط إيه؟ بيتحط كده يعني الهايفو هو جهاز ليه هاند، ليه شوتر، ليه هاند. الهاند دي بتطلع نبضات موجات فوق صوتية زي بالظبط موجات الليزر. كل منطقة بيبقى ليها بوينتس معينة أو نقط معينة بنقدر نستهدف النقط دي وبنكسر السطح الدهني ده اللي هو أصلا مشكلته أنه ما بيخرجش مع الدايت. يعني الفكرة أنا ليه ألجأ أصلا لحاجة موضعية أو تدخل موضعي؟ لأن أصلا الدهون دي ما بتطلعش مع الدايت، مهما أعمل رجيم ومهما أحاول أن أنا أخس هي ما بتخرجش. طبعا منطقة الخصر زي ما حضرتك قلتي، منطقة دهون البطن، منطقة الأرداف عند السيدات، الدهون دي حياة شديدة الصلابة وليها نوع معين، علشان كده تركيبة صعبة وبنضطر أن احنا ندخل تدخل موضعي علشان كده نقدر أن احنا نكسر الدهون دي ونخلص منها. فعلشان كده هي فكرة الهايفو والتقنيات المستحدثة، التقنيات دي آمنة ملهاش أي سايد افكت، وفي نفس الوقت هي يعني سريعة بتجيب نتائج كويسة جدا زيها زي العمليات الجراحية. يعني في نفس الوقت اللي أنا بوصل لوزن معين. معلش ثواني. تمام. عشان عايز أفهم أكتر. تمام. لو أنا دلوقتي الهايفو ده خلاص جهاز بيفتت الدهون، أنا فهمت كده صح؟ صحيح. وبيعيد إعادة شكل المنطقة اللي في الجسم. تمام. مظبوط؟ طيب لو أنا دلوقتي مثلا عندي مشكلة في إيدي وكنت بفكر أروح أعمل عملية عشان أشد دراعي، جهاز الهايفو بديل آمن وفعال. صحيح. كم جلسة؟ والجلسة بتاخد قد إيه وقت؟ الجلسة ما بتاخدش وقت كبير، الجلسة بتاخد حوالي 15 دقيقة، وقت بسيط جدا. كام جلسة؟ بداية من 6 جلسات، احنا ممكن نعمل مرة او مرتين اسبوعيا. يعني في 3-4 اسابيع المناطق دي بتتغير تغير تام وجذري وكلي، وما ترجعش تاني الدهون دي؟ وما ترجعش تاني، لان النسيج الدهني اتغير حالته من الصلب للسائل. هو اتغير، ما بقاش نسيج دهني صلب، هو اتغير تماما. ولا تنتقل الدهون دي لمنطقة أخرى في الجسم؟ دي معتقدات خاطئة، يعني ده شائع وغلط. يعني هو أصلا ما فيش حاجة اسمها دهون تروح مثلا من البطن فتبقى في الأرداف، مش حاجة اسمها كده خالص. لا، هي الدهون بتتكسر وبتتغير الفيزيكس بتاعتها، الحالة بتاعتها، وبتخرج مع التصريف الليمفاوي. التصريف الليمفاوي ده هو الدرينج، التصريف بتاع الجسم، بيطرد بره الجسم. فمفيش حاجه اسمها هي تتكسر من هنا تروح من هنا، مفيش حاجه اسمها كده. بناء على ايه بيتم تحديد عدد الجلسات؟ عندنا يعني لما بنشوف المريض بنعمل له نوع من انواع التحاليل معينه بالإنبادي. الإنبادي ده بيقدر يحدد قد ايه الخلايا الدهنيه اللي موجوده في المكان دي.
بناء على عدد الخلايا الدهنيه وحجمها بنقدر ان احنا نحدد الكورس المناسب، عدد الجلسات او عدد التدخل العلاجي. بس هو بيكون من 6 جلسات مبدئيا. وعلى فكره الهايفو هي تقنيه كمان موجوده مش بس في مجال النيوتريشن او التغذيه العلاجيه، لكن هو في كل المجالات بالمناسبه. يعني في الجلديه مثلا شد الجلد ليه هايفو، التجميل ليه هايفو، التجاعيد ليها هايفو. هي التقنيه زي الليزر بالظبط كده.